إذا وصلنا لآخر قوة في أفضل 10 قوى لميراكيولوس. رأينا كل شيء: أوهام، اختفاء، قوة خارقة، وأيضا الرشاقة وأكثر. لكن الآن نتوج أعظم قوة في العرض: القدرة على هزيمة الدمار نفسه. بالطبع يجب أن يكون التواصل مع الحمام. أجل، هذا صحيح، القدرة على التواصل مع الحمام. وماذا غيره؟ لا، بالطبع لا. القوة رقم واحد في ميراكيولوس هي قوة الابتكار. نظير القط الأسود ميراكيولوس، الدعسوقة تعطيها القدرة على الابتكار، قدرة معروفة باسم دعسوقة ميراكيولوس. هذه القوة تعيد ما تم تدميره، وبخلطها بقوة الدمار يسود الاتزان العالم. لهذا الدعسوقة والقط الأسود فريق رائع، إنهما ممتازان سويا. نجحنا! ومن أفضل من يبرع في أفضل قوة في العرض سوى الدعسوقة ذاتها؟ وهكذا وصلنا لآخر قائمتنا. ما رأيكم؟ هل نسينا أي شيء؟ دعونا نعرف في التعليقات، وتابعوا قناة ديزني للمزيد من أبطالكم المفضلين في ميراكيولوس. اضغط للمزيد من فيديوهات قناة ديزني، ولا تنسى يمكنك مشاهدة قناة ديزني حصرياً على قناة OSN.